وضع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو الجيش في حالة تأهب على الحدود مع كولومبيا، متهما بوغوتا باستخدام عودة قادة سابقين بحركة فارك لحمل السلاح لإشعال نزاع عسكري مع بلاده. وقال خلال حفل عسكري في كاراكاس إن الحكومة الكولومبية تغرق كولومبيا في حرب تتفاقم وتصدر اتهامات لا أساس لها لمهاجمة فنزويلا وشن نزاع عسكري ضد بلدنا. وأضاف أنه أمر بوضع الوحدات العسكرية المنتشرة على طول الحدود بين البلدين في حالة تأهب، لافتا إلى أن القوات الفنزويلية ستجري مناورات عسكرية على هذه الحدود في الفترة بين 10 و 28 من أيلول الحالي لضمان جمهوريتها الكاملة.